بسم الله الرحمن الرحيم. عندي فيديو لسه منزله من شويه صغيرين عامل 242 مشاهده، وفيديو تاني هو نفس الفيديو عامل 224. هو ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان انا عندي تطبيق كنت بستخدمه اسمه هايبر نت. التطبيق ده كنت عامل بيه فيديو. بيعمل التطبيق ده لما نيجي نقفل الجهاز قفلته على 224، جيت بعد ساعه كده فتحت تمام او ساعه ونص لقيت 242. وبكره لو قفلت على كده بقفل ازاي؟ باجي اقف هنا كده وادوس هنا على كنترول مثلا باور، يقول لي فين هايبر نت. لو انا دوست على هايبر نت هنا ديت هيحصل ايه؟ هتلاقي قفل. بس قفل على ايه؟ قفل على اخر حاجه، سبت عند 242. لو بكره بقى 500 هيبقى انا عندي 2، ده 242 وده هيبقى 500. عايز اقول لكم ان الكلام ده ايه؟ ان انا ممكن اعمل هنا على جوجل كروم تطبيقين، تمام؟ الاثنين بيديني ايه؟ يعني هو تطبيق واحد بس انا عندي هنا الفيديوهات، بقدر اقارن انا زدت قد ايه النهارده؟ جالي كام تعليق؟ جالي كام لايك؟ طب ده انا جالي مشاهدات قد ايه؟ طب الفيديو ده جاله قد ايه؟ طب الفيديو ده جاله قد ايه؟ ونبدا من هنا نشوف الفيديوهات بتكتر ولا بتقل، ولا بيحصل لها ايه؟ حاجه اتمسحت من المشاهدات فبتقل، حاجه يعني هو اليوتيوب ساعات بيخصم مشاهدات وساعات بيزود مشاهدات. هو شايف ان هو لما بدينا فرصه تمام المشاهدات بتزيد الحمد لله عن طريق ايه؟ ان هو بيقترح فيديوهاتنا والكلام ده. يبقى اذا لما بيكون عندي التطبيق ده بستخدمه وانا عامل بيه فيديو، ممكن اي حد يتفرج عليه، فيديو حوالي دقيقه و34 ثانيه هيعمل الفرق دوت براحته، هيقفل بالمنظر وريته لكم، وتقدر تعمل مقارنه. الكلام ده مش اليوتيوب بس، لا تقدر تعمل كمان المقارنه دي في التيك توك، وتقدر تعملها في اي منصه انت عايز تعملها. ممكن تتفرج على الفيديو يعجبك ان شاء الله. شكرا لكم وربنا يوفقكم.